لحظة في الكتاب ايوه حضرتك متناولة الأوضاع السياسية والأوضاع الفنية وأمور كتيرة جدا وتأثيرها على حياتك الشخصية اللي كانت بتشابه حياة كثيرين وكثيرات طبعاً. في هذا التوقيت. يعني اتكلمتي عن ليلة تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اتكلمتي عن كوكب الشرق أم كلثوم، اتكلمتي عن أجواء داخل جامعة القاهرة. كلمينا عن التفاصيل دي، يعني تفاصيل كتير أنت ذكرتيها جوه الكتاب. ايه التفاصيل اللي من الحياه اليوميه، تاثيرات الحياه السياسيه والاحداث السياسيه الكبرى على نفسك وعلى محيطك من الاشخاص اللي انت ذكرتيها في طيب الكتاب؟ هنقول بحسب ترتيبهم التاريخي تقريبا. لو اتكلمنا عن ام كلثوم، انا كانت تحت عنوان في بيتنا كوكب الشرق. ازاي كنا نتعلم ان احنا نسمع ونستمتع ونتذوق الفن ده كان في بيوتنا بقى. كنا لنا بقى الاجواء اللي هو الحفله بتاعت كل شهر وانتم ملمومين الساعه بقى. مش عارفه كانت الساعه 9 الحفله ولا الساعه 7؟ انا هحكيها لك واتمنى انك تقريها بقى لانها ليها متعه خاصه في القراءه. اكيد. شوف يا ستي، انا كنا في الصعيد زي ما بقول لحضرتك، وكان هناك الحياه الاجتماعيه جميله جدا لان كنا اسر محدوده في مكان محدود. كان يوم صاله ام كلثوم دي كل مره يكون في بيت من بيوت اصدقائنا. أمي بقى إزاي كانت بتستعد لده، تنده للجناين، كان عندنا جنينة، تقول له لو سمحت هات لي أزهار كذا وكذا وكذا. حاضر. يجيب لها الأزهار وهي تقلم الزهور وتحطها في المزهرية بإيدها. تحضر المنيو بتاع العشاء بتاع الضيوف اللي هيجوا يتعشوا معانا، والمائدة اللي وتشوف كل واحد نفسه ياكل إيه وبيحب إيه. بنلبس، نحضر لبسنا كأننا في عيد عشان هتحضروا الحفله على عشان التلفزيون. هنسمع مجرد ان احنا هنسمع. ومع ذلك شوفي حتى السمع له طقوسه وله احترامه في البيت المصري. حاجه بمناسبه الطقوس والاحترام، ايه اكتر حاجه مفتقداها من الزمن الجميل دلوقتي؟ حاجات كتير. يعني قولي لنا شويه يمكن. اقول لك الالفه الاسريه، الجهاز الصغنن ده، راديو بعزقها، التليفون، موبايل. دي من ناحية. من ناحية تانية، ما بقيناش بنجتمع على حاجة مع بعض زي القبلة. حتى وإحنا بنتفرج كل واحد في وادي. لا، القبلة ما كناش كده. الروابط الأسرية ما بقيش زي زمان. يعني إحنا كان يوم العيد ده لازم بنزور بعض كلنا. لا دلوقتي بقى الموبايل. هابي نيو يير وكل سنة وأنتم طيبين على الموبايل.